حياكم الله. يعدد المراقبون على الأقل 3 سيناريوهات ممكنة بعد اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما التوجه إلى الكونغرس قصد استشارته قبل توجيه ضربة عسكرية محتملة للنظام السوري. بداية نوضح أن الكونغرس الأمريكي يتكون من غرفتين، مجلس الشيوخ الغرفة العليا للكونغرس ويتألف من 100 عضو، ويحتل فيه الديمقراطيون الأغلبية ب53 مقعدا، ما يوفر للرئيس الديمقراطي باراك أوباما أغلبية مريحة. أما مجلس النواب الغرفة السفلى للكونغرس فيتألف من 435 نائبا، يحتل فيه الجمهوريون خصوم الرئيس أوباما الأغلبية ب233 نائبا. وتتم المداولة بعقد الغرفتين جلسات عمومية وأخرى مغلقة بشكل منفصل حول مشروع توصية تجيز للرئيس أوباما استعمال القوة قصد منع استعمال أو انتشار الأسلحة الكيماوية في سوريا. ويتمثل السيناريو الأول في إعطاء الكونغرس الضوء الأخضر لمثل هذه العمليات بموافقة الغرفتين بالأغلبية. المراقبون يقولون إن هذا السيناريو سيتيح للرئيس هامشا واسعا للتحرك، وسيهتم آنئذ بتدبير دعم الحلفاء على المستوى الدولي. ويرجح بعض المراقبين هذا السيناريو خاصة بعد أن تعالت أصوات قيادات من داخل الكونغرس تؤيد قرار الرئيس أوباما. السيناريو الثاني يتمثل في رفض الكونغرس بغرفتيه أو رفض واحدة من غرفتيه مشروع التوصية وإصرار أوباما رغم ذلك على قراره المبدئي. في هذه الحالة يقول مراقبون إن بإمكان أوباما توجيه ضربة عسكرية محدودة من دون موافقة الكونغرس، لأن اختصاص الكونغرس حسب الدستور يتعلق حصرا بالموافقة على إعلان الحرب الرسمي أو تأطير عمليات عسكرية جارية، وليس بالموافقة على تنفيذ عمليات عسكرية محدودة والتي يمكن أن يقرر فيها أوباما بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيناريو الثالث يهم إمكانية تراجع الرئيس أوباما عن قراره المبدئي مدفوعا برفض الكونغرس لمشروع التوصية إذا حدث الأمر، وتراجع أو تريث حلفائه الدوليين. المحللون يحذرون في هذه الحالة من تداعيات هذا السيناريو على مصداقية الولايات المتحدة وهيبتها على المستوى الدولي. وتاريخيا تشير التقارير إلى أن قلة من الرؤساء الأمريكيين طلبوا موافقة الكونغرس لشن عمليات عسكرية.